بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع كورس تشطيبات شباب بنتكلم عن بند بياض المحرم، وموضوعنا النهاردة هو التأكيس والتربيع بالنسبة لبياض المحرم. تعالوا مع بعض كده نبدأ نشوف هو احنا ليه أصلا بنعمل بياض محرم. الفراغ اللي موجود أمامنا ده غير مهيأ إن أي إنسان يسكن فيه، فمحتاجين إن احنا نجهزه عشان نقدر نسكن فيه. طب بنعمل إيه؟ ايه اهمية بياض المحارة بالنسبة للمكان دوت؟ رقم واحد، بياض المحارة الداخلي والخارجي بالنسبة للحائط ده بيكون اكثر متانة للحائط، يعني كل طوبة من الطوب اللي موجود في الحائط ده كان تحتيها مونة وكان فوقيها مونة وكان في اولها واخرها مونة. لما نيجي نعمل بياض المحارة كمان هيبقى من الخارج ومن الداخل مونة، يعني كل طوبة هتصبح محاطة بالمونة من الست اتجاهات، لذلك هيكون الحائط اكثر تماسكا. يبقى ده السبب الأول في موضوع بياض المحرم. السبب التاني هو إن إحنا بنوصل لسطح ناعم مستوي عشان نقدر نعمل عليه التشطيبات بتاعة الدهانات ويكون لونه أفضل وملمسه أنعم. طيب عشان نقدر نعمل الكلام دوت فنبدأ نشوف مع بعض إزاي الكلام ده نقدر نوصله عشان نقدر نوصل للشكل الأفضل ده بكتير. يعني شايف الفرق ما بين الصورة دي والصورة دي؟ فرق كبير جدا. إزاي بقى نقدر نوصل للشكل ده؟ هو بداية بنبدأ بحاجة اسمها البؤج والأوتار. حضراتكم شايفين هنا في عندنا حاجة اسمها بؤج، ده معنى كلمة بؤج. بؤج اللي هو المستطيل المونة البارز عن الحيطة دوت في حدود 2.5 سم، ده المتوسط بتاعه. المتوسط ان هو 2.5 سم. بنعمل الكلام ده ازاي وبنعمله ليه وهنستلمه ازاي؟ كل ده هنتعرف عليه دلوقتي مع بعض. هنا هتلاحظ ان الراجل المبيض ماسك دراع ألمونيا هنا في الاتجاه اكس ودراع الومنيوم في اتجاه واي وماسك ما بينهم زاوية. احنا دلوقتي عايزين نوصل الشغل الصح ازاي يتعمل وافضل شغل ازاي يتعمل. البؤج اللي موجودة دي بعد ما نعملها احنا الاول هنعملها ازاي هنشرح دلوقتي. طب وبعد ما نعملها ايه اللي هيحصل؟ هنملى الفراغ اللي موجود ما بين البؤج دي لحد ما الفراغ ده يوصل لسطح البؤج. فكل المقصود من الموضوع ده كله او الهدف من الصورة اللي امامنا ان احنا نخلي الزاوية دي تكون قائمة بحيث ان الحائط اكس يكون عمودي على الحائط واي، دي نقطة في غاية الاهمية. وكمان يكون من البؤجة اللي فوق للبؤجة اللي تحت يكون رأسي، بمعنى ان الزد كمان يكون مظبوط، يبقى انا ظبطت الفراغ ده اكس وواي وزد. دي النقطة اللي احنا عايزين نوصل لها، الفراغ يكون مستوي وان احنا نملى الفراغ لحد ما نوصل لحد منسوب النقطة دي ومنسوب النقطة دي. فلازم نخلي اقصى ارتفاع للنقطة دي في نفس منسوب اقصى ارتفاع للنقطة دي، اقصى بروز للنقطة دي في نفس ارتفاع منسوب النقطة دي. الكلام ده بقى بيحصل ازاي؟ الكلام ده بيحصل يا شباب ان احنا عايزين نوصل للزاوية دي. الزاوية دي اوصل لها ازاي؟ اعملها ازاي؟ هو ده معنى كلمة زوي. ازاي نقدر نوصل للدرجة دي؟ كل الموضوع ببساطة ان احنا محتاجين نوصل لزاوية فيثاغورس اللي هي متر ونص في 2 في 2.5، يديني زاوية 90، او 3 4 5 يديني زاوية 90. طبعا كلمة 3 دي يعني 30 سنتي، 40 سنتي، 50 سنتي، 6 متر، 8 متر، 10 متر، هي 60 سنتي، 80 سنتي، 100 سنتي، يعني نفس الكلام. فاهمين انا اقصد ايه يا شباب؟ فبنفس الكلام بنفس الـ النسبة تقدر توصل للزاوية اللي انت عايزها، 6 8 10 60 80 100، هي نفس النسبة. في النهاية خالص عايزين نقدر نوصل للزاوية القائمة. عشان كده أول ما ندخل المبنى وأول ما ندخل الفيلا أو الشقة بتاعتنا اللي عايزين نشطبها هنعمل إيه؟ هنشد خيط في المدخل بتاع الشقة وكمان يكون عمودي على الواجهة وموازي للواجهات اللي موجودة. فشايف هنا هتلاحظ ان في خيطين، الخيط اللي موجود دوت مديني علامة الاكس اللي في النص دي، وهتلاحظ ان في شنايش هنا مفتوحة، الفتحات دي اسمها شنيشة. الخيط اللي موجود ده اسمه تأكيس وتربيع. تأكيس اللي هو الاكس يعني الخيط، وتربيع يعني موازي. الاكس يكون زاوية قائمة والتربيع يكون متوازي. واحنا يعني ايه كلمة هندسة او يعني ايه اللي احنا بنستلمه هندسيا؟ يعني شوية الهندسة دي عبارة عن شوية حاجات فوق بعضها كده. زي ايه؟ زي ان كل حائطين متعامدين يكونوا بينهم زاوية قائمة، يعني استلم ان هما متعامدين.
استلم ان كل حائطين متقابلين ان هما متوازيين. هي دي الفكرة، ان الحيطة دي موازية للحيطة دي، ان الحيطة دي عمودية على الحيطة دي. هو ده اللي انا عايز استلمه في النهاية في بياض المحار. تمام. طيب فبعمل الخيط دوت. الخيط ده يا شباب اول ما بندخل كده نعمله على منسوب واحد. شايف الغرفة دي، دي غرفة ودي غرفة تانية. الخيط اللي جوه ده خيط مستمر من الغرفة دي لغاية الغرفة دي، يعني لو 10 غرف ورا بعض هخلي الخيط حر من الاول للاخر وافتح له الشنايش. شايفين الفتحة دي؟ هفتحها من اول المبنى لغاية اخر المبنى، لازم يمشي كله خيط واحد، والخيطان دي كلها تكون متعامدة على بعضيها وتكون موازية لبعضها. الكلام ده عشان يتعمل لازم اخد شرب، لازم اخد ايه؟ شرب. يعني لازم كل الخيط ده يكون في منسوب واحد، لازم كل الخيط ده يكون في منسوب واحد. عادة بنعمل البؤج اللي تحت دي على ارتفاع 60 سنتي 70 سنتي، ممكن ابدأ اعمل البؤج اللي موجودة في الاسفل. فببدأ اشد الخيط اللي موجود دوت واخد عليه زاوية 30 40 50 او 60 80 متر وهكذا. يعني عندي الزاوية دي مع الزاوية دي، الخيط اكس مع الخيط واي، اروح واخد 3 4 5. تعالوا كده نشوف مع بعض. يعني لو انا وقفت من النقطة دي كده، المنطقة دي كده، وخدت وجات هنا مثلا 3، يعني دي كده 3 تمام كده، ووقفنا مثلا هنا كده تبقى دي مثلا 4 تمام. اخد بقى من النقطة دي للنقطة دي كده تبقى دي كمان ايه؟ 5. دي ممكن تبقى 30 سنتي، ودي تبقى 40 سنتي، ودي تبقى 50 سنتي. ال30 سنتي ممكن تبقى 60 سنتي، وال40 سنتي تبقى 80، وال50 تبقى متر، وهكذا. اعمل الزوايا دي كده كلها في الشقة كلها، كل ما الغرفة تكون واسعة كل ما اعمل زاوية واسعة. تمام. يبقى انا كده بالنسبة لي كل الخيوط المتقاطعة متعامدة. طالما الشغل كده كله تمام، دي اول حاجة بعملها. بعد كده ببدأ اعمل البؤج. يبقى البؤج بتتعمل بناء على الخيط، مش الخيط اللي بتعمل بناء على البؤج. تمام يا شباب. طيب لاحظوا في الصورة اللي قدامنا دي، في بؤجة هنا وفي بؤجة هنا. تعالوا كده نعلم عليهم، ادي دي بؤجة ودي بؤجة. بنعمل ايه بقى؟ بقيس من البؤجة دي لحد الخيط ده، وبقيس من البؤجة دي لحد الخيط ده. لازم المقاس ده، خلينا نرسم خط سليم شوية شوية يعني مش فالخيط ده لازم المقاس ده يطلع نفس المقاس ده. يعني لو المقاس ده مثلا طلع 2 متر، يبقى لازم المقاس ده هو كمان يطلع 2 متر. تمام يا شباب. هو ده معنى كلمة ان انا بربع، ده معنى كلمة ان انا بربع وبزوي. يبقى انا خلاص ظبطت الخيط، الخيط ده كده اصبح اداني زاويه قايمه. تمام. اروح رايح من الخيط ده اقيس للبوجه دي، لازم يطلع نفس المقاس من الخيط ده للبوجه دي، لان الاثنين على نفس المستوى، يبقى ده اسمه تربيع. طيب هنا في بوجه، اقيس من البوجه دي للخيط ده، ولو في هنا بوجه زيها اروح اقيسها للخيط ده، يبقى البوجتين الاثنين موازيين للخيط، والخيط ده عمودي على الخيط ده، يبقى انا كده ربعت وزويت المبنى. هو ده معنى كلمه ان انا اكس واربع، التاكيس وتربيع. تمام. طيب هنا ادي الخيط، شايف الخيط دي طرقه. اهم اكتر حاجه يا شباب بتتلمح في المبنى هي الطرق، فتخلوا بالكم منها. باب الشقه اهم حاجه في الفيلا كلها، باب الفيلا، باب الشقه، الطرقات، هم دول اكتر حاجات بتتلمح بالعين. الخيط لازم يكون نافذ لكل الغرف، عشان كده بفتح شنايش. كل الخيط يكون في منسوب واحد. ادي الخيط متقاطع هنا مع بعضه، وادي الفراغ مفتوح هنا ومفتوح هنا. تمام. ادي الشنيشة مفتوحة، وادي الخيط معدي هنا، مديني زاوية 90 درجة نستلمها. تمام. الخيط كله في منسوب واحد. شايفين الخيط يا شباب؟ الخيط ماشي اهو، فاتح شنيشة يعدي الناحية التانية، وهكذا. كده انا زويت وربعت. اعمل كل البؤج دي بقى في نفس منسوب الخيط دوت. تمام يا شباب. كده انا خدت الزوايا كلها. طب وبعدين؟ لازم كل البؤج اللي انا عملتها دي الاقيها ماشية على خيط واحد. خلي بالك، ركز معايا في الخيط اللي تحت، مش انسى الخيط اللي فوق دلوقتي. انا اخد البؤج اللي تحت دي، دي بؤجه 2 3 4، لازم كلهم يبقوا ماشيين على خيط. لاحظ هنا ان في خيط، اتمنى انك تكون شايف الخيط اللي فوق ده والخيط اللي تحت ده. في خيط، في خيط هنا، شايف الخيط ده؟ لازم الخيط ده والخيط ده والخيط اللي هناك، كل البؤج تمشي على خيط واحد.
هنا في خيط، شايف الواد ده ماسك الخيط بايده ازاي؟ المعلم هنا بيظبط البؤجة على الخيط، شايف الخيط اللي في الهواء فوق ده؟ شايف البؤجة دي؟ شايف الوتر ده؟ شايف الخيط ماشي ازاي من الاول للاخر؟ كل ده ليه؟ عشان امشي العمود ده مع نفس الحيطه اللي هناك، مع نفس العمود اللي هناك، ادي كل النقط اللي هناك هتمشي على خيط واحد. لاحظ ان في بؤجه فوق وفي بؤجه تحت، لازم الخيط اشده فوق واشد الخيط تحت. ادي المعلم اهو ماسك البؤجه، ادي بؤجه الثانيه الثالثه هناك، كلهم لازم يمشوا على خيط واحد. تمام؟ انسى انسى ان ده راس، ركز دلوقتي معايا في الخيط الافقي. الخيط ده افقي، الخيط ده افقي، يبقى كل البؤج دي ماشيه على خيط واحد. لاحظ الحيطه دي طولها طويل، دي مثلا 6 متر مثلا، فاخد من البؤجه دي للبؤجه دي 2 متر، وبعد كده 2 متر، وبعد كده 2 متر. يبقى عندي هنا اربع بؤج، ادي بؤجه 2 3 4، اشد خيط من البؤجه الاولى للبؤجه الاخيره، الاحظ ان البؤج اللي موجوده في النص الاثنين بيلمسوا الخيط، الاثنين مظبوطين. يجي هنا المهندس اهو يبدا يستلم ان الخيط مظبوط على البؤج، ويستلم بقى البؤج اللي في النص، ان انها بتلمس البؤجه بس، ولا هي بعيده عن البؤجه ولا طعنه في البؤجه، بتلمسها بس. مهندس احمد مصطفى هنا بيستلم، ادي الخيط مع البؤج، ادي الخيط مع البؤج، يبقى الدنيا ماشيه زي الفل. تمام؟ الخيط اللي فوق والخيط اللي تحت كده، استلمنا البؤج كلها ماشيه مع الخيط ومتربيه ومزويه. اروح رايح جايب الزاويه بقى، اجيب الزاويه دي واروح جايب الدراع اللي هنا. انا كده ظبطت الخيط اللي هنا وظبطت الخيط اللي هنا. لازم بقى الزاويه، لازم الضلع اكس يكون عمودي على الضلع واي. اروح حاطط الزاويه دي كده، التقاء الدراع اليمين مع الدراع الشمال اكس وواي اداني زاويه قائمه كده، تمام التمام. اظبط بقى الرأسيه، يعني في الحاله دي اروح ظابط البوجه اللي تحت على البوجه اللي فوق. يبقى انا الاول في شغل الترتيب كده، ركزوا معايا عشان نفهم الكلام. اول حاجه بندخل المبنى ناخد الاكساب بتاعتنا، نزوي الخيط ونربعه. اول حاجه نمسك الخيط نزويه ونربعه. الخيط ده لازم يكون في منسوب افقي واحد ومتصل من اول الفيلا لغايه اخرها. طيب دي النقطه الاولى. بعد كده اروح رايح عامل على اساسه كل البؤج السفليه، ومن البؤج السفليه هبدا اجيب البؤج العلويه. كلام كويس وكلام مفهوم. تمام؟ ادي شايف الزاويه 90 درجه، ادي الزاويه 90 درجه، ادي الزاويه، كل ده في البؤج، احنا لسه ما عملناش اي حاجه اهو، كل ده في البؤج والاوتار بس بزويه. ادي المعلمين اهم بيزووا الفراغ، بيزووا البؤج، ادي البؤج مزويه، تمام زي الفل، الله ينور يا معلم. حتى حيطه واخده زاويه كده، ركن كده اروح برده زاويه، حتى لو حاجه صغيره زي كده برده ازويها استلمها. تمام؟ شايف الصوره دي؟ هنا في شرب، واخد بالك؟ وهنتكلم عن الشرب بالتفصيل ان شاء الله. ادي الزاويه موجوده اهي، هتلاحظ ان الزاويه 90 درجه، الدراع اليمين مع الدراع الشمال. تمام؟ بعد كده لو انت عندك طرقه بقى او عندك غرفه، تعمل ايه؟ تربع الغرفه وتربع الطرقه. باخد على البؤج اليمين دراع وعلى البؤج الشمال دي دراع، واقيس بقى بالمتر من الدراع ده للدراع ده، المسافه دي مثلا متر 20، يبقى اخد لقطه في الاول ولقطه في الاخر، اقيس واحده في الاول واحده في الاخر، متر 20. الغرفه 3 في 4، اقيس 3 مرتين و4 مرتين، يبقى انا ربعت الغرفه. اقيس من البؤج للخيط في اول الحيطه، يطلع نفس المقاس من البؤج للخيط في اخر الحيطه. تمام؟ كده ده اسمه ايه؟ اسمه تربيع او تعريض. اسمه تربيع او تعريض، وهنشوفه تاني مع بعض بعد شويه. بعد كده بقى ابدا اخد من البؤج اللي تحت للبؤج اللي فوق. لازم اوزن البؤج اللي فوق على البؤج اللي تحت بالظبط. تمام؟ المهندس احمد مصطفى بيستلم البؤج اللي فوق على البؤج اللي تحت راسيا. بالدراع وميزان الميه. اوزن بميزان الميه، بص الراجل المعلم الفنان ده، بص واخد كام بؤجه تحت؟ كانه واطر، بص بؤجه 2 3 4 كل 50 سم واخد بؤج، وبعدين نفس الكلام فوق هيعمل واطر. والراجل ده بقى فوق بيعمل ايه؟ ماسك دراع المونيا، الدراع ده طويل، ليه؟ لان الحائط عالي، بص الحيطه دي ارتفاعها مثلا فوق ال 4 متر، يعني واخده مثلا دي ارتفاع الدور ده مثلا بتاع 5 متر مثلا. فجايب دراع المونيا طويل ومثبت فيه ميزان ميه، مثبت فيه ميزان الميه، وبعد كده يبدا يوزن البؤجه اللي فوق على اساس البؤجه اللي تحت، والبؤجه اللي تحت جبناها من الخيط بتاع التأكيس والتربيع، فهمنا؟ يبقى البؤجه اللي تحت اتعملت قبل البؤجه اللي فوق. هنا المهندس بيستلم الرأسيه، الدراع بميزان الميه، هنا الراجل ده لاحم الميزان في الدراع ومثبته. هنا المهندس عبد الغني الجندي بيستلم رأسيه البؤج وهكذا.
طيب الراجل المبرد المحاره بيبقى معاه حاجه اسمها ميزان خيط. ميزان الخيط ده بيوزن ويعدي البوجه اللي فوق على البوجه اللي تحت، وكل شويه يجيب بقى معاه المسطرين او يجيب معاه البره وياكل من البوجه اللي فوق، بيعمل البوجه اللي فوق كبيره، يعمل البوجه اللي فوق ايه؟ كبيره. وبعد كده كل شويه ينحت في البوجه اللي فوق لحد ما تبقى مظبوطه على البوجه اللي تحت. يبقى بيعمل البوجه اللي فوق دي بنعملها كبيره اكبر من اللي تحتيها، بارزه شويه عن اللي تحتيها، وبعد كده كل شويه نصنفرها كده، ناكل منها شويه لحد ما نوزن البوجه اللي فوق على البوجه اللي تحت. بص كده الراجل يبص فوق ويبص تحت، يظبطها تحت وفوق، تمام؟ عينك فوق وعينك تحت، تظبطهم الاثنين مع بعض، خلاص كده ظبطنا الرأسية بتاعت البؤك. الله ينور يا معلم. ترتيب بقى البؤك وانت شغال كده، دي حيطة قدامك، دي حيطة قدامك. الصح يا باشمهندس انك تبدأ من تحت مش من فوق، تبدأ البوجة اللي في الأول هنا دي تبقى واحد. ركزوا بقى معايا كده الترتيب اللي هيبقى الصح اللي المفروض يتعمل. دي البوجة دي تبقى رقم واحد، والبوجة دي تبقى رقم اتنين، وشد خيط من واحد لاتنين يديني البوجة رقم تلاتة، تمام يا شباب؟ طيب بعد كده اروح اعمل البوجة رقم اربعة، واعمل البوجة رقم خمسة، بعد كده اروح رايح اعمل البوجة دي رقم ستة، تمام؟ هما قلبينها يعني. المهم ان ده كده الترتيب. بعد شويه ممكن تروح رايح واخد اكس كده من دال ده، وتاخد كمان من دال ده، دي لو الحته بقى واسعه يعني، معلش انا راسم الخط غلط شويتين مش عارف ارسمها يعني، واروح رايح واخد بوجه في النص تاني هنا، تمام؟ لازم الاقي ان الخيط ده كله ماشي مع بعض اللي هي الصوره دي كده، يعني لما اخد اكس يمين كده واكس شمال كده لازم يدوني منسوب البوجه اللي في النص، كلهم في الاخر خالص لازم يتقاطعوا مع بعض في نقطه واحده، راسي افقي كله لازم يطلع تمام. المفروض ان المسافه ما بين البوجه للبوجه راسيا او افقيا ما تزيدش عن 2 متر، ما تزيدش عن 2 متر، تمام؟ طيب البوجه تتحط فين؟ تتحط دايما احطها في الاركان واحطها في الزوايا واحطها كل 2 متر، دي من اقصى مسافه بين بوجه والتانيه. كل بوجه سفليه لازم يكون في فوقها بوجه علويه، ولازم الأعمدة والأركان الزوايا كلها تتحط. ده شكل البوجة، ده هو ده الشكل المحترم، تمام؟ ده شكل البوجة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت، كل ركن كل أنية كل ناصية، ده شكل البوجة. أبدأ أظبط عليها المسائل دي كلها. لاحظ هنا موجودة فين؟ في الركن، موجودة فين؟ في الركن. يبقى أنا خدت الجنب إكس مع جنب واي الاتنين مع بعض، وأروح وأزويها وأشد عليها خيط وأوزنها على اللي تحتيها، كل ده أهم شغل، اهم شغل هو شغل البؤج والاوتار يا شباب، تمام؟ ادي البؤج هنا وادي البؤج هنا اهي، توزنها وتزويها تربعها كله بقى تمام زي الفل، تمام؟ طيب الشغل بقى بعد البؤج الصح ان انا اوصل من البؤجه للبؤجه بوتر. وتر يعني ايه؟ يعني شايف الخط ده كده، ده اسمه وتر، سواء بقى كان الوتر ده راسي او افقي، ده وتر افقي، هنا وتر راسي. الوتر الافقي ده من هنا لهنا مفيد جدا. ليه مفيد؟ لان انا لما احط دراع الالومنيا ده، لما احط دراع الالومنيا ده من الوتر للوتر يبقى لازم تطلع الحته كلها صح، لازم تطلع الحته كلها صح، وهو ده افضل شغل، وهو ده الشغل الصح، ان لازم اوتر اعمل اوتار. احنا ليه ما بنعملش اوتار وليه ما بنعملش تاكيس وتربيع؟ ليه ما بنعملش كده؟ عشان التكلفه، عشان الفلوس، مش عشان حاجه تانية. لكن لو انت بتعمل الكلام ده صح هتصرف على المبنى صح، خلاص الدنيا تمام. بس في نقطة أنا نسيت أقولها في المقدمة، إيه هي؟ إن لو المبنى مش معمول خرسانة صح، مش معمول مباني صح، أوعى تفكر بقى إنك تعمل بياض محارة صح، آسف يعني، خلاص الموضوع خلص. أنا لازم أعمل خرسانة صح، ولازم أعمل مباني صح عشان أعرف أعمل بياض محارة صح. يا باشمهندسين، ما ينفعش المبنى يكون مشطور اصلا والاعمده مشطوره ومفيش زوايا ومفيش تربيع في الاعمده، ونفس الكلام الحوائط ولا فيها زوايا ولا فيها تربيع، وفي الاخر اجي على بياض المحاره اعمل زوايا وتربيع، ده معنى كده ان انا هقعد البش وهقعد ابهدل الدنيا يعني، فالموضوع مش نافع. فالصح ان انا اعمل خرسانه صح، اعمل مباني صح، اعمل بياض محاره صح. مفيش حاجه اسمها بياض محاره صح لو الخرسانه غلط والمباني غلط، تمام؟ ده اسمه وتر، ده اسمه وتر. بظبط الوتر اللي فوق على الوتر اللي تحت، واحط دراع الالومنيوم عليه، خلاص الدنيا اتظبطت. ادي الوتر اللي فوق، ادي الوتر اللي تحت، خلاص كده
كده الشغل بقى زي الفل. لازم الاوتار تتعمل في الشغل المحترم، اي شغل محترم لازم اعمل فيه وتر. تمام. طبعا دي المواصفات، يعني كل ما المواصفات عليت وكل ما التكلفه زادت وكل ما سعر المبنى واخد حقه فلوس وتكلفه ووقت، خلاص تقدر تطلع احسن مواصفات. عليت الجوده، عايز تعلي الجوده هتعلي الوقت وهتعلي التكلفه، الاثنين هيزيدوا، عشان كده المواصفات والجوده هتزيد. لاحظ هنا ده عمود، ففي وتر فوق وتر تحت، خلاص العمود اتظبط، لازم يطلع رأسي 100 100. طيب بعد ما تخلص الكلام ده كله، لو ما تيجي تحط الدراع الالومنيا ده من الوتر للوتر يطلع مظبوط، من البوجه للبوجه يطلع مظبوط، من الملو كل المون اللي في النص اللي ما بين الوتر اللي فوق والوتر اللي تحت لازم تطلع في نفس مستوى البؤج وفي نفس مستوى الاوتار. يعني لما احط الدراع ده ما الاقيش وراه نور، ما الاقيش وراه فراغ، لازم يطلع المونه تطلع مطبعه على الدراع كله من اوله لاخره، احطه عدل، احطه راسي، احطه افقي، احطه مايل، لازم يطلع مظبوط، سواء كان في سقف كان في حيطه لازم يطلع مظبوط بالشكل ده كده. حط الدراع على الاوتار ما بين الاوترين، تطلع كل المونه اللي في المنتصف في نفس منسوب الاوتار وفي نفس منسوب البؤج. اتمنى ان الكلام يكون مفهوم يا شباب. هنا كل المستوى بتاع بياض المحاره في نفس منسوب ومستوى البؤج والاوتار اللي اتعملت. لاحظوا الراجل البنا، الراجل بياض المحاره حاطط الوتر الدراع على بؤج يمين وبؤج شمال، وتر يمين ووتر شمال، ويبدا يساوي ما بينهم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، عشان يتاكد ان مفيش فراغ ولا ورا الدراع، ان كل الحيطه طلعت سليمه 100 100. هو ده الشغل اللي المفروض يحصل، ده الدراع انك تحطه بالمنظر ده الدنيا تبقى زي الفل. استلمت الشغل، حطيتها مايل، في وتر فوق وفي وتر تحت، حطيت الدراع مايل، حطيته راسي، حطيته افقي، لازم يطلع مطبع ولازم يطلع ينطبق تماما وما يعديش الهواء ولا يعدي النور من ورا الدراع. هو ده الاستلام المظبوط. في بس ملاحظه خلي بالك منها، لما يكون عندك ارتفاع عالي زي ده لازم تستخدم دراع طويل، ولازم يكون مبيض محاره محترف. وانصح دايما انك تعمل اوتار كل ما الارتفاع زاد، يعني في ارتفاع عالي جدا زي ده، خاصه لما تيجي عند السلم بتاع اخر دور لما يكون فوقيه شخشيخه مثلا او فوقيه سقف، فهتلاحظ ان الفراغ ده بارتفاع دورين، يعني بتاع 6 متر مثلا عشان تعمل الحيطه دي، فالحيطه دي محتاجه ان انت تعمل فيها وتر في النص عشان تقدر تظبط عليها الحيطه. يعني لما يكون عندك ارتفاع عالي في الحيطه اعمل وتر في النص علشان تظبط عليها الحيطه، يبقى انت محتاج وتر فوق وتر تحت وتر في النص على الاقل، ومحتاج دراع المونيا طويل، وتحط الدراع وتبص من ورا الدراع ما يعديش النور وما يعديش الهواء. الله ينور يا باشمهندسين المتعلمين يا بتوع مدارس. بالنسبه بقى لموضوع الاعمده، لازم توزن العمود، توزن الوتر اللي فوق على الوتر اللي تحت، ولازم تاخد فيه زوايا، ادي الوتر فوق وتر تحت، توزن الاعمده على بعضيها، يبقى ده قبل المل حط وتر فوق وتر تحت، وبعدين مل الخرسانه ما بين الاثنين، يطلعوا الاثنين في نفس مستوى الوتر اللي محطوط. هنا الراجل بيوزن الوتر اللي فوق على الوتر اللي تحت بميزان الخيط، واحد وزنه في اليمين ووزنه في الشمال، لازم ياخد لقطتين، لقطه يمين ولقطه شمال. تمام. يبقى كده الدنيا بقت زي الفل، ادي الدراع مستوي على الوتر، يبقى الوتر مظبوط، والوتر اللي فوق راسي على الوتر اللي تحت، والوتر ذات نفسه مستوي، خلاص الدنيا بقت زي الفل. وادي الاعمده، ادي الوتر فوق، ادي وتر تحت، وتر تحت، وتر فوق، وتر فوق، وتر تحت، الدنيا بقت زي الفل. الله ينور يا معلمين، الله ينور يا باشمهندسين بتوع المدارس المتعلمين. دي كاميرا، احنا خلاص وصلنا لاخر الفيديو اهو، دي الكاميرا. لاحظوا هنا الراجل بيوزن الوتر وبيوزن البؤج افقي وراسي، شايف ماسك ميزان الميه وبيوزن البؤجه مظبوط. الله ينور يا معلم، ياخد بؤجه في الاول وبؤجه في الاخر، لو الكاميرا طويله ياخد بؤجه في النص، يحط عليها الدراع، يوزن الدراع بميزان الميه وزن افقي، يجيب الزاويه بقى ويحط الزاويه عشان يظبط السقف مع الكاميرا، ويظبط الكاميرا مع العمود، ويظبط الدنيا. طيب في عندنا بقى الدنيا بقى لما تبقى بايظه، لما الحيطه دي تبقى معوجه هيحصل فيها تلبيش. لاحظ كده ان المونه سمكها هيبقى كبير، شايف سمك البؤجه بقى كبير ازاي يا شباب؟ شايفين سمك البؤجه كبير ازاي؟ خرسانه محتاجه تتنحت، الخرسانه بارزه عن الحيطه، الحيطه بارزه عن الخرسانه، الدنيا مش مظبوطه، شايف سمك البؤجه كبير. ف
فالكلام ده عشان يتظبط بنزود سمك بياض المحارة وبنزود تكلفة كبيرة جدا عشان الشغل ما تعملش صح من الأول. يا شباب الكهرباء بتتعمل بعد البؤج، يعني أنا المفروض العلبة بتاعت الكهرباء دي، العلبة دي بتتحط على خيط ما بين البؤج، فأنا المفروض بعمل البؤج علشان علب الكهرباء، يعني مش بعد عملت علب مش بعد عملت البؤج أبدأ بياض المحارة، لا أخلص الطرطشة وأخلص البؤج وبعد كده أبدأ حاجتين، أبدأ كهرباء وأبدأ حلوق. شايف البؤجة شايف العلب الكهرباء دي ماشية على الخيط بتاع البؤج. شايف هنا لاحظ الخيط ده، الخيط ده هو اللي انا حاطط على اساسه العلبه بتاعت الكهرباء، العلبه بتاعت الكهرباء دي على وش الخيط، شدت خيط من البؤجه للبؤجه وحط علبه الكهرباء، يبقى علب الكهرباء بتتظبط على خيط البؤج، علب الكهرباء بتتظبط على خيط البؤج يا باشمهندسين. ادي علب الكهرباء وادي الخيط، الخيط ده بنظبطه على وش البؤجه، شايف البؤجه تحت تمام، ادي البؤجه اهي، دي بؤجه هنا وبؤجه هناك، وادي علب الكهرباء. كده الشغل بقى زي الفل تمام. ادي البؤجه، ادي البؤجه اللي هناك، ادي علب الكهرباء محطوطه على وش الخيط اللي موجود، يبقى الكهرباء كده زي الفل. لاحظ الشغل التعبان ده، شايف علبه الكهرباء بارزه ازاي عن الحيطه؟ ده ينفع كده؟ يعني انا بعد ما اخلص بياض المحاره الاقي العلب بتاعت الكهرباء بارزه عن الحيطه؟ طبعا دي مشكله كبيره، لو غطسه جوه حلها سهل، لكن ان علبه الكهرباء تبقى بارزه عن البياض بتاع المحاره شكلها هيبقى سيء جدا 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 في التشطيب. فده ما ينفعش، يبقى علب الكهرباء بعملها قبل ما اشتغل في بياض المحاره، بعملها واشد خيط ما بين البوك عشان اعرف اعمل العلب بتاعت الكهرباء، يبقى عشان تظبط الكهرباء بتاعتك لازم محتاج بؤج. يبقى الراجل بتاع البؤج بيشتغل قبل الكهربائي. الراجل بتاع البؤج بيشتغل قبل الكهربائي، يبقى انا مش بأسس الكهرباء والسباكه والحلوق وبعد كده اجيب الراجل بتاع بياض المحاره، لا بجيب الراجل بتاع مبادئ المحاره يعمل لي بؤج واوتار وبعد كده اعمل تاسيس الكهرباء والصحي والحلوق وبعد كده اجيب مبادئ المحاره تاني عشان يقفل وراه تمام. واوعى تنسى انك بتحط شخير اسمنت كده عشان تقفل العلب بتاعت الكهرباء دي عشان المونه ما تسدش العلب. والصح ان انا اعمل الشغل صح علشان ما اجيش في النهايه اكسر تاني وافتح اماكن للعلب عشان امشي خراطيم كهرباء واتعب نفسي، يبقى نعمل لوح من الاول ما نقعدش نوجع دماغنا في تعديلات بتاعه الشغل ونعملها بزياده بدل ما يجي لك عميل ويقعد يكسر في الحيطه تاني تمام. ادي الخراطيم وادي العلب، لاحظ ان الراجل بيكسر بعد ما البياض المحاره خلص، كل دي تعديلات وكل ده وقت بيضيع، فغلط الكلام دوت. الصح ان احنا نعمل الشغل من الاول صح، يبقى محتاجين نعمل البؤج علشان نظبط علب الكهرباء وكمان عشان نظبط الحلوق، يبقى بعمل البؤجه دي قبل ما بعمل الحلق ده عشان مستوى الحلق يظبط مع وش البؤج. لذلك خلوا بالكم بقى هنا المعلومه مهمه جدا، سمك البؤجه كام؟ هو مين اللي بيتعمل على اساس مين؟ انا بعمل البؤجه دي عشان تمشي مع وش الحلق بتاع الباب، ركزوا معايا في الكلام. الوش الحلق بتاع الباب ده بارز عن الحيطه، فبعمل بياض المحاره لحد البروز بتاع الحلق. طب الحلق ده معمول من ايه؟ معمول من الخشب، والخشب بيتقاس بالايه؟ بيتقاس بالبوصه، عشان كده بياض المحاره عباره عن بوصه يمين وبوصه شمال، بوصه بياض من داخل الغرفه وبوصه بياض من خارج الغرفه، عشان كده سمك البياض بوصه، يعني 2 سم ونص، طرطشه نص سنتي والبياض يبقى 2 سم، هو ده البياض. اقل سمك البياض المحاره بيكون سنتي ونص، ده اقل سمك، لكن الغالب وهو اللي بيتنفس في السوق والمتوسط هو ال 2 سنتي ونص، يبقى السمك السليم 2 ونص اللي هو مقدار بوصه، مقدار بوصه عشان الحل يجي بارز بوصه يمين وبوصه شمال عشان امشي بياض المحاره مع الحل. لاحظ هنا الصوره دي جميله جدا، ليه؟ بص كده ركز معايا، احنا خلاص بنخلص وانا عارف اني طولت عليكم بس معلش. ادي البوجة اللي فوق وادي البوجة اللي تحت، ركز بقى معايا بنعمل ايه؟ بنظبط الحلق بتاع الباب على البوجة اللي تحت والبوجة اللي فوق، كده ظبطنا الحلق، يبقى بزود سمك الحلق بوصة عشان يمشي مع البوجة اللي في الغرفة من هنا، واعمل نفس الكلام في ظهر الغرفة من الناحية التانية. ومش بس كده، البوجة دي مشي على اساسها المنسوب بتاع علبة الكهرباء اللي هنا، شايف علبة الكهرباء دي؟ يبقى علبة الكهرباء دي مشيت على منسوب مين؟ على منسوب البؤجة اللي هنا، والبؤجة دي
مشت الحل على نفس منسوب البوجة، عشان كده بنجيب الراجل مبيض المحارة قبل ما نأسس الكهرباء وقبل ما نشتغل في الصحي وقبل ما نشتغل في الحلوق. وبعد ما نخلص الترطشة ونخلص البؤج نجيب نشتغل في تأسيس الكهرباء والصحي، ونشتغل في حلوق الحلوق بتاعة الأبواب والشبابيك. بعد كده نقول له متشكرين نمشي، وبعد ما يمشي نخلص الشغل بتاع التأسيس كهرباء وصحي ونجارة، وبعد كده نجيب مبيض المحارة تاني عشان يقفل الشغل بتاعه. فهمنا يا شباب؟ ادي البوجة تحت، بوجة فوق، بظبط عليها الحل. يبقى انا بجيب الحلوق واظبطها على البوجة. طب لو ما عنديش حلوق بظبط الإبنية بتاعة الباب على الشغل بتاع بياض المحارة بالشكل ده. شايف الراجل ده خلص بياض محارة وبدأ يجي يعمل الحلوق، هنكسر تاني في بياض المحارة تاني. طبعا كلام غلط وكلام سيء جدا. واوعى تنسى ان قلت لك في المباني تاخد خلوص بوصة يمين وبوصة شمال من اجناب المباني، يعني لو فتحة الشباك متر تعملها متر وخمسة عشان يبقى فيه بوصة يمين وبوصة شمال، مسافة خلوص للحلق كده النور اللي انت شايفه ده، عشان يعرف يشتغل ويعمل الحلوق بتاعة الحوائط بتاعة الابواب والشبابيك. ادي صورة الحلوق، واظن ان احنا كده خلصنا كويس الحمد لله. ده البياض وده الحلوق، وظبطنا الدنيا. هنا مفيش حلوق، الراجل ظابط بياض المحارة، هيركب ابواب، الابواب هتيجي تركيب جاهزة في المكان دوت، فهيجيب ابواب جاهزة محطوطة على طول، فبيجهز لها الامية بتاعتها. فلازم يعرض الفتحة دي، العرض بتاعها من تحت يبقى قد العرض من فوق بتاع بياض المحارة، ويسويها ويظبطها. يعني لازم فتحة الباب من الأسفل هنا لازم تبقى نفس فتحة الباب من الأعلى. ده اسمه إيه؟ اسمه تعريض. اسمه إيه؟ اسمه تعريض. تمام؟ طيب يبقى الفتحات بتاعة الأبواب لازم تستلمها الزوايا، الزاوية اللي هنا دي يا شباب لازم تستلم من الزاوية دي 90 درجة، يعني في المكان دوت تستلم إن الزاوية دي 90 درجة، تستلم من الزاوية دي 90 درجة، رحت رايح جاب المثلث وحطه. تمام. وفي النهاية بس عايز أقول حاجة قبل ما نختم، الشغل اللي احنا اتكلمنا عنه ده هو أعلى مستوى شغل، لأن ده اسمه التأكيس والتربيع. في شغل تاني مفهوش تأكيس، في تربيع لكن من غير تأكيس، يعني من غير زوايا، وفي شغل ولا في تأكيس ولا في تربيع لكن في دراع، يعني يخلي الحيطة مستوية ماشية على دراع ما تبقاش مموجة. فدول الثلاث مستويات بتوع الشغل. المستوى الأعلى هو التأكيس والتربيع، المستوى المتوسط هو التربيع بدون تأكيس، المستوى السوقي اللي هو تحت الاقتصادي كمان اللي هو اسمه الدراع، إن أنا أدرع يعني أخلي الحيطة مستوية على دراع الألمونيا بصرف النظر كانت الغرفة متربعة أو كانت الغرفة مزوية، ملوش علاقة بالكلام ده. في النهاية أنا بشكركم جدا جدا جدا، وبسألكم الدعاء لي ولأبي ولأمي، جزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.